نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نتائج عدد من الاستطلاعات المرتبطة بقضايا المناخ محليا وعالميا، حيث أجرى المركز استطلاعا سريعا للرأي على عينة من المواطنين البالغين حول موقفهم من السلوكيات الصديقة للبيئة التي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ. جاءت نتائجه أن 93% من المصريين بالعينة يستخدمون لمبات موفرة للطاقة، و 82.1% يقومون بالترشيد في استهلاك المياه، و 18.2% لديهم نباتات طبيعية في منازلهم. وقد أيد 72.9% من المصريين فكرة زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع المصرية بديلاً عن أشجار الزينة التي تستهلك مياهاً دون جدوى.